السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي الشيوات راديا. نتمنى تكون على خير وبخير يا رب. غادي تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله العجينة ديال البيتزا اللي غادي تكون اساس ديال بعض الوصفات اللي غادي نقدم لكم من بعد ان شاء الله. هنا للاسف تحذف لي المقطع اللي قدمت فيه المقادير. غادي نعطيكم دابا المقادير والطريقة في نفس الوقت. كنحتاجوا لواحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة، شوية ديال سكينجبير، وشوية ديال الزعتر. كيف كتلاحظوا معايا انا ضفت هنايا معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، شوية ديال الفلفل الاسود تقريبا راس معلقة صغيرة، وشوية ديال الزعتر، كذلك معلقة صغيرة مع مرش ديال الملح، هنا ربع كأس ديال زيت الزيتون ما يعادل 5 ديال المعالق كبار. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. وبالنسبة للدقيق درت 400 غرام ديال الدقيق، مخلط بين دقيق الفرس اللي هو دقيق الأبيض ودقيق القمح اللي هو الفينو، كنخلطوهم بجوج وكنعبروا منهم 400 غرام. غادي نجمع هنا بالماء. بالنسبه للماء درت الكاس الاول، كيف كتشوفوا راه ما كفانيش، وغادي نزيد دابا الكاس الثاني ديال الماء. جوج كيسان ديال الماء كافيين باش يجمعوا لينا هاد 400 غرام. كنبداو نضيفو الماء تدريجيا وحنا كنجمعو. هاد العجينه ما كتحتاجش تدلك، فقط كنجمعوها بيدينا. غادي نحاول غير نجمعها بيدي، صافي وكتكون واجده. هنا العجينه كتكون على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كتكون كتلتصق في اليدين خفيفه شويه. من بعد ما جمعت العجينه حصلت على هذا القوام. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت من الفوق ونغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح في الثلاجه المده ديال ساعه. من بعد ما كترتاح ساعه كنخرجوها، نديرو منها كويرات ولا نديرو بيتزات كبار ولا صغار، شكلوها بالحجم اللي بغيتو. كتشكلوها كويرات وكترشوها بشويه ديال الدقيق من الفوق، كتخليوها فقط واحد 10 ديال الدقائق ولا ربع ساعه صافي. وداك الساعات تطلقوها بالدلاك وديروا الاشكال اللي بغيتوا، وكتعمروها مباشره بالحشوه وكتدخلوها الفرن. مازال ان شاء الله في الحلقات القادمه غادي تشوفوا معايا انواع ديال البيتزا. شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وكذلك خليوا لي تعليق، وانضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. خليتكم على خير، السلام عليكم.